السلام عليكم ورحمة الله مستمعينا الكرام، مستمعي صفعة الثلاث مستقبل علمه. كما راكم تشوفوا اليوم وفرت لكم جميع الموديلات للطابل باص، كما راكم تشوفوا بالموديل بالكولار بالالوان. قبل ما نبداو الفيديو، قبل ما نشرح لكم لطابل باص، حبيت نقدم الشكر لجميع الزبائن اللي جاوني اليوم. اليوم رانا 2 سبتمبر، جانا غاشي عظيم، ونقول لهم يعطيكم الصحة وبارك الله فيكم وشكرا على زيارتكم لنا وزيارة ورشة أثاث مستقبل علمه. ما كاش اللي ما جاش وما دارش لا كوموند، لخاطر لا كي تشوف الفيديو زي وكي تجي تشوف هنا قدام عينك حاجة أخرى تشري بلا وأنت تشري وأنت مغمض عينك. هذه هي واش حبيت نقول، بارك الله فيكم يعطيكم الصحة. اليوم دوكا نبداكم على الفيديو تاع لي طابل باص، كيما راكم تشوفوا فيهم نبداو بلي طابل باص. لي طابل باص دوكا كاين الناس اللي ميسورة الحال، وكما نهار قلت لكم انا في الفيديو الاول واش قلت لكم؟ قلت لكم هذه برا راهي دير 3 ملايين و5 3 ملايين و200، انا نبيع لكم فيها 2 ملايين و500. كاينين بزاف يقول لك انا لقينا كيفها ب 2 ملايين و500. ها اللي شفت انت كي ها ملي يبيع لكم فيها ب 2 ملايين و500 انا نبيعها لك ب 2 ملايين برك، وفيها تيروار منها، فيها تيروار كما راكم. هذه تديها من عندي انا عند اثاث مستقبل علمه ب 2 ملايين. واش نهي هما مديرينها لكم هنا اندياف ومديرينها لوندوي والماستيك، انا تاع نجي من بلاكيا لخاطر تعرفوني نخدم خدمه من القلب للقلب، ويعني نخدم حاجه كما تكونش فينيه ما نقدرش نبيعها. انا هذيك تاع لندي تاع الاخر لندياف والماستيك هنا وبنت راه مجغب، لا هذيك انا بمليون ما نجيبهاش، مليون ما نجيبهاش، بصح هذه هاي تاع 2 ملايين. هذه اللي يبيعوا لكم فيها هما ب 2 ملايين و500، انا جبتها لكم ب 2 ملايين. هذه اللي دير 3 ملايين و200 عندي انا ب 2 ملايين و500، كما راك تشوف فيها تخير الموتيف هذه ولا الموتيف هذه كما تبغي. نروحو لكم لي طابل باص تاع بورج، لخاطر لا اخي وعدتكم نهار الاول قلت لكم بربي ان شاء الله نوفر لكم الاثاث المنزلي بسعر الجمله وسعر جد معقول، بربي ان شاء الله راني عند وعدي. كما راكم تشوفوا هذه طابل باص دبلون، هذه جايه بواروج، لي بي تاعها كما راكم تشوفوا فيه جاي في 3 دي، كما راكم تشوفوا مخدوم ب 3 دي الرجل تاعها ما شاء الله. بقديه مديره هذه مليون و750 الف من عند ورشه اثاث المستقبل علمه، تدي مليون و750. عندكم الطابل باز هذه 3 بياس كما راكم تشوفوا فيه ما شاء الله، ضخمه فخمه نظيفه نقيه متحوفه مجموله سوليد. ما قد ما نهضروا قليل عليها، شوف الرجل تاعها الله يبارك في السيكونت يا شوف شوف. وجي شوف بالمناسبه لي طابل باز هذو كل جو دي مون طابل، هذو بواروج والاثر لي جو دي مون طابل كيما راهم ينصلوا تسمى جيو بلازما في طونابيل صغيره تهزهم. بقد ايه هذه؟ قول لي برك خدمه كيمي هذه فينيسيون كيمي هذه بقد ايه الطابله هذه؟ هذه من عندنا احنا ب 2 ملايين، هاي وانت قال طابله كيمي هذه ب 2 ملايين، قول لي برك وانت قال طابله مفينيه ونقيه وكبيره كيمي هذه ب 2 ملايين. نروحو لكم لطابل باص، عندنا دو موديل، عندنا في الاتر وعندنا في البواروج. هذه تاع البواروج مديره مليون و500، دي مون طابل ثاني تنصل هذه تسمى رجليها يركبوا بالبولون. هذه طابل باص مديره مليون و500 في 3 بياس كيما راكم تشوفوا فيها، خدمه نظافه اناقه، الزجاج تاعها نوار الانفينيا لاقصى درجه. نروحو لكم لطابل باص تاع الاثر، طابل باص تاع الاثر هذه مديره 2 ملايين و700، هذه 2 ملايين و700 بصح طابله تهدر، طابله اثر 100% كيما راكم تشوفوا فيها مخدومه اثر 100%. شوف اثر كيما نقولها على اتم الكلمه، شوف الصوت تاعها ما شاء الله، الخدمه تاعها ما شاء الله، النظافه تاعها ما شاء الله. هذا هو الفيديو اليوم خصصناه لطابل باص، اسعار الجمله كما راكم تشوفوا اسعار اللي عطيتهم اسعار جمله واسعار جد تنافسيه، واحد ما يقدر يبيع لكم سلعه كيما هذه بالاسعار اللي عطيتها لكم. حنا اثاث مستقبل علمه نخدمه بكل ثقه وبكل امانه وبكل مصداقيه، نخدمه من القلب للقلب، يعني نخدمه كي حاجه نخدمه شغل واحد حيديها روحه معايا انا، بربي ان شاء الله تعمروا ديركم بسلعه اصليه وسعر جد معقول. هذا هو شعارنا، الثقه والامانه والمصداقيه. المقر تاعنا مدينه العلمه حي صبيحيه، تكتب في جي بي اس اثاث مستقبل العلمه تجيبك عندنا مباشره، والسلام عليكم ورحمه الله.